السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لما بفتح برنامج الريفت بتظهر أمامي الشاشة ديت، بلاقي عندي في البروجكت ممكن إن أنا أفتح أوبن، أقول له أوبن وأختار أي مشروع من المشاريع اللي موجودة عندي على الجهاز، أو إن أنا أقول له نيو بفتح مشروع جديد خالص، وبلاقي مشاريع كانت موجودة آخر كذا آخر مشاريع إحنا اشتغلنا فيها، بحيث ان انا لو دوست عليها المشروع ده يفتح لي طوالي. بلاقي في الجزء اللي تحت فاميلي، بلاقي ان انا ممكن افتح اوبن للفاميلي، اعمل فاميلي جديده، ادخل على موقع اوتوديسك تك، ده بتلاقي فيه فاميلي كتيره جدا ممكن تنزل منها اللي انت عايزه، وبلاقي اخر كام فاميلي اتفتحوا. بلاقي هنا ريسورسز بيديني شويه هيلب، واتس نيو، هيلب اكسشينج، اي بي بي اكسشينج، اي بي بي بيدخلني على موقع اوتوديسك وابدا انزل اي بي بي. دي بتبقى زي ابسطلكوا انها عامله زي الاثبات في الاوتوكاد، برامج صغيره بس بتدي قوه للريفت. في منها هتلاقي في قلب الموقع دوت حاجات فري، وفي حاجات ممكن ان انت تجربها ولو عجبتك ان انت تشتريها. دلوقتي هاجي هنا من اوبن من بروجكتس، هقول نيو، عايز افتح واحد جديد، بيقول لي التمبليت فايل، اقول له براوس اختار التمبليت فايل، او ممكن هنا انا عايز بروجكت او ولا بروجكت تمبليت، يعني هيفتح لي واحد جديد. انت عايز بروجكت تشتغل عليه ولا هتعمل حاجه بروجكت تمبليت الناس اللي بعد كده تشتغل عليه؟ تمام، فانا اقول له عايز بروجكت، اجي هنا من ادور على حاجة بتزيد RTE Music Library. RTE بس بالطريقة دي هو بيفتح لي، بيقول عايز Imperial ولا Metric. احنا هنا في مصر بشغل بنظام المتريك، فادوس على المتريك. كده تفتح لي مشروع جديد. باجي هنا من فيو ببدأ الاقي ان هو ظبط شوية حاجات، ستراكشر بلانس، فلور بلانس. هي فكرة التمبريز ان هو بيجيب لي حاجة مثلا خاصة مثلا بالستراكشر، حاجة خاصة بالام اي بي، يعني كنت ممكن اختار واحدة تكون خاصة بالميكانيكال، فليه هو قسمهم تلقائي الميكانيكال الكتريكال بايبنج، بدأ يحط الحاجات اللي انا محتاجها. اخوكم عمرو سليم.